دي الفكره كلها. انا قلت لك البرنامج البديل، قلت لك العيوب والمزايا، وقلت لك ازاي تقدر تسافر عن طريق الفيزا بتاعت كي 1 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هتكلم معاكم على الديتنج اب. ايه هو الديتنج اب الاول كده؟ بص يا سيدي، الديتنج اب ده هو برامج للتعارف، التعارف والفليرتنج. يعني لو مش فاهم بتكلم في ايه، يعني في ناس بتحب كده تبقى مثلا فاضيه ومش عندها حاجه، فبتخش بدل ما تملى فراغها باي حاجه ممكن تكون كويسه، تملى فراغها بواحده في حياتها مثلا. يعني ايه مميزاته وايه عيوب البرامج دي في امريكا عامه؟ هقول لك وجاي كل حاجه، ولكن في الاول هقول لك ازاي انك ممكن تسافر عن طريق الديتنج اب من بلدك. يعني لو انت مثلا في مصر، عشان انا مصري فبتكلم مع مصر او اي دوله تانية، ازاي ممكن تسافر عن طريق الدوله دي عن طريق الديتنج اب. حلو، فانا هقول لك ازاي، ودي طبعا ميزه من مزاياه يعني، وفي ناس عملتها كتير، ولكن دي واحده من الحاجات الكويسه. لكن في حاجات تانية كتير جدا وحشه، وهقول لك كمان في اخر الفيديو بديل الابلكيشن بتاعت الديتنج اب، يعني في بديل ليها، وهكلم معاك في مزاياته وعيوبه، وهكلم معاك على ازاي انك تسافر ان شاء الله. بص يا سيدي مبدئيا كده، لا معلش اتهزت صح. بص يا سيدي مبدئيا كده قبل اي حاجه، الديتنج اب ازاي بتنشف في امريكا؟ عايز اقول لك ان كل الناس فاتحه ديتنج اب، يعني للاسف الشديد كل واحد بينزله بالمسمى بتاعه. في واحد يقول لك اصل انا بدور على واحد اعرفه، مش واحده، مش عشان فليرتنج، لا، يقول لك اصل في برامج بيقول لك فيها مثلا ديتنج اب ممكن يخليك تعرف بيست فريند، مش يعني يبقى ايه ديتنج مثلا واحد ويبقى بوي فريندز وجير فريند والكلام ده، يعني او ريليشن شيب، يعني بيبقى بس مجرد فريند شيب. فالداونلود بتاعه رهيب جدا، وال الريشيو بتاعت الناس اللي منزلاه بطريقه مسميه عن التانيه مختلفه، ناس كتيره جدا تلاقي ده تقول له نزله ليه، يقول لك سبب، وده ينزله ليه يقول لك سبب، وكله نزله، تمام. فللاسف دي برضه ده عيب كبير جدا. يعني تقول لي عيب، جاي لك الحقيقه في الكلام وكله جاي ان شاء الله. طيب ايه تاني عايز اتكلم عليه؟ بص يا سيدي، لو انا مثلا واحد قاعد في بلدي وعايز انزل الديتنج اب ده عشان اتعرف على حد واتكلم معاه واوصل معاه لفكره ان انا يبقى عايزين نتجوز، دي اول طريقه من الطرق اللي تقدر تسافر بيها عن طريق اي دوله لامريكا ان شاء الله. ليه؟ لان امريكا في حاجه عندها فيزا اسمها كي 1، الكي 1 دي بتديك صلاحيه انك تيجي البلد هنا 90 يوم تكون خلصت الورق مع الحد اللي انت نازل تتجوزه، فاهم؟ ففي ناس بتعمل ايه، في ناس بتخش على ديتنج اب وتبتدي تدور على ناس يعني كبيره في السن بس مش قوي، وتتكلم معاها فتره وان هي يعني مبسوطه بيها ومش عارف ايه بابا بلو. طبعا انت فاهم بقى القصه كلها اللي هو ايه، فكره التعارف عامه يعني. وبعد فتره التعارف يقول لها ان احنا ممكن نتجوز مش عارف ايه، ممكن اجي لك اعيش معاكي لان الدوله هنا مش حلوه ومش عاجباني بلا بلا، وفعلا بتوافق. يعني الحوار ده حصل مع ناس كتير جدا اعرفها ما شاء الله وتوافق عليه، وبيخلص هي بتخلص ورق وهو بيخلص ورق، وموضوع ببساطه جدا بيقدم على الكي 1 وبالاثباتات وكل حاجه وبيسافر فعلا، ويجي على امريكا بفيزا كي 1 بيبقى معاه 90 يوم صالحه في البلد، بس مجرد ان هو اما يجي يخلص ورق الجواز مع الشخص اللي هو يعرفه. فدي حاجه مميزه جدا، اولا الميزه بتاعتها ان ده من اسرع الطرق اللي ممكن تحصل بيها على جنسيه امريكيه في امريكا، ثانيا مضمونه 100% ما فيهاش رفض، ثالثا انت هتيجي البلد هتيجي البلد، فاهم قصدي؟ اللي هو انت جاي هتخلص حاجتك وجاي على طول تاخد ورق، وجاي يعني ما فيهوش رغي كتير وما فيهوش لعب كتير. الفكره كلها بس في موضوع التعارف، هو ده بس اصعبهم. في ناس اصلا بتعمل ده من غير ما تبقى عندها فكره ان احنا بندور على اقامه وبندور على حاجه، في ناس بتعملها كده لف لله يعني. فدي انا بقول لك عشان لو انت الواحد الناس اللي بتعمل لف لله، فممكن تبقى عندك فيجن اعلى شويه فان انت تفكر انك تتعرف على حد من بره و تيجي عن طريق الفيزا كي 1 دي. تقول لي طب يا شخص انا بنزل اي برامج التعارف ومش بيفتحوا عندي، يعني انا مثلا في بلد ما بيفتحش عندي، ممكن تعمل ايه؟ فبكل بساطه ممكن تستخدم مثلا الفي بي ان. لو نزلت في بي ان، ايه يا شخص الفي بي ان ده؟ انا مش فاهم. ده برامج بتغير لك اللوكيشن بتاعك، يعني بتهيئك بتعمل هاك للوكيشن بتاعك، ومثلا لو انت في مصر مثلا بتلاقيك في ايطاليا مثلا وهكذا. بتنزل البرنامج دي، اكتب في بي ان مثلا، بتنزل البرامج اللي من النوع ده وبتفتح البرنامج بتاع مثلا ايا كان برامج التعارف دي. واحد يقول لي يا جاكسون طب ايه هي برامج التعارف؟ خليني اقول لك، يعني مش عايز اكون بعلن عليهم للاسف يعني، وربنا يسامحني لو دي فيها اي يعني حرمانيه، ولكن انا كل اللي بقوله لك بحاول انقل لك نولج يعني. ففي مثلا برامج زي هنج، في برامج زي بكلافا تقريبا او بكلاوه مش فاكر، في برامج زي تندر،
في برامج زي يا ربي. بص انت ممكن تكتب يعني ايه ديتنج اب هيطلع لك 100,000 برنامج بس، والمشاهير هيطلعوا لك في الاول عشان ريتهم عالي والكلام ده كله. انا ما اعرفهمش للاسف يعني، انا ما استخدمتهمش قبل كده فمش عارف. في طبعا فيسبوك برضو، في فيسبوك عامل ديتنج لان هو كل شويه بيطلع لك يقول لك ايه اعمل يلا ستارت يور ديتنج مش عارف ايه، فيعني انا عارفه برضو من الموضوع ده. ففيسبوك برضو عنده ديتنج. بص برامج كتير فيها ديتنج يعني، الديتنج ده مش حاجه مشهوره جدا وبقت فعلا الريش بتاعتها انها بتعرف ناس على بعض وبيتجوزوا عن طريقها بقت عاليه جدا. فدي برامج ودي الفكره، وممكن تبتدي تعملها وتوكل على الله وممكن تيجي عن طريقها بسهوله جدا. حلو. طيب واحد تاني يقول لي مثلا، طيب يا جاكسون دلوقتي انا فهمت موضوع ازاي اقدر اسافر، عيوبه ايه وفايدته ايه؟ بص يا سيدي، عيوبه رقم واحد ان هو فاحشه بنت لذينه، يعني هو مش حاجه حلوه لان هو كله فليرتنج وتلاقي ده بيتكلم كلام حلو لدي وهو اصلا داخل كله معاكسه وكله يعني انت فاهمني، يعني مش لازم اقول كلام ايه يكون فيه حاجه غلط، بس كانك بالظبط ايه يعني بتحاول تشقط واحده. حلو يعني معلش سامحوني يعني، بس انا لازم اقول لك الكلمه عشان تفهمها، او بعاكس واحده في الشارع او بحاول اتعرف على واحده عشان نبسط مع بعض، فاهم كده يعني؟ انا بحاول اجيبها لك بطريقه ما تبقاش ايه جارحه لاي حد، ولكن انا بقول لك الحقيقه برامج الاب دي كلها اللي بيخش عليها بيبقى غالبا 90% بيدور على الحاجه دي، والحاجه دي للاسف لو جيت امريكا فهي متاحه والبرامج دي هتبقى نكسه عليك، نكسه هتضيع لك فلوسك هتضيع لك حياتك هتضيع لك دينك هتضيع لك كل حاجه. فلو انت مفكر ان دي حاجه كويسه لا، انت ممكن تعمل ده بس مجرد عشان تيجي وبعد كده تلغيه وتبتدي تشوف حياتك عادي جدا. ولا سبحان الله يمكن تلاقي الشخص ده كويس فعلا وكمل بعد كده حياتك ما تعرفش، يعني في ناس فعلا عملت كده، يعني في ناس كتيره جدا خطبت واتجوزت عن طريق برامج يعني. فانا بديك فيجن بس، فلو انت مفكر ان دي حاجه كويسه لا، دي حاجه وحشه جدا، وخد بالك جدا من الموضوع بتاع الديتنج اب علشان العيوب بتاعتها اكتر من فوائدها لو انت مش محتاجه في موضوع الجواز ده او انك تيجي عن طريق فيزا معينه، فاهم قصدي؟ فما لو انت موجود في البلد ما تنزلهوش احسن لك، هيضيع لك كل حاجه في حياتك وهيضيع لك بركه حياتك عامه. فخد بالك دي اكبر عيب فيها، كفايه ان هو حرام، كفايه ان هو هيضيع لك حياتك وصحتك وفلوسك ووقتك ومجهودك، كل حاجه هتضيع عليك لو دخلت على حاجه اسمها ديتنج اب. وانا برضه هقول لك مميزاته برضه، ولكن هديك الميزه الاحسن وهو البرنامج البديل للديتنج اب، علشان دي حاجه هتستفيد منها جدا بعد كده مع الوقت ان شاء الله. الفوائد بتاعته هي انك ممكن تعرفك على كميه ناس كبيره جدا، يعني لو انت واحد مثلا في امريكا وما تعرفش بني ادم خالص، يعني واحد انا واحد للاسف منطوي مثلا وما عندوش اي صحاب ما عندوش اي حد خالص مش عارف تعرف اي حاجه جديده، الديتنج اب بتفيد في حاجتين. الحاجه الاولى ان انت لو ما عندكش ناس عارفها خالص في الدوله ممكن تعرفهم، وممكن تخش في قصه يعني تتكلم مع ناس وتقول لهم ان انت مش داخل على ريليشن شيب، انا فعلا داخل على فريند شيب وعايزك تعرفيني وعايزك تعرفيني الدنيا ماشيه ازاي والبلد، فممكن نخرج ممكن نتعرف على الناس ممكن كده يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو عايز اتكلم على رقم واحد يعني باختصاص اكتر، فهو من الاخر مش علشان تصاحب حد او تخش في ريليشن شيب او تعمل حاجه حرام، لا ممكن فعلا تتعرف على ناس تبقى صحاب وبس، فاهم قصدي؟ ناس صحاب هتعرفك على ناس تبع الجامعه، تعرفك على كوميونتي بتاعها، تعرفك على مش عارف ايه، فبتفتح اكسبيرينس اكتر للفيجن بتاعك. حلو جدا. والنولج بتاعتك جميل قوي. طيب الحاجه الثانيه يا جاكسون ممكن تكون ايه؟ الحاجه الثانيه يا سيدي وهي اللغه بتاعتك. لو انا مثلا واحد عايز اقوي مثلا اللغه الانجليش بتاعتي وكل اللي اعرفهم في المحيط بتاعي عرب، طب انا اعمل ايه؟ تحاول تبتدي تتعرف على ناس اجانب مثلا عن طريق الابس دي. طيب ليه الاب ده بالاختصاص؟ انا قلت لك لا مش الاب ده احسن حاجه في الموضوع ده، لكن هو كويس برضه. وزي ما قلت لك تخش في الموضوع مش فكره ريليشن شيب على قد ما هي فكره فريند شيب. تمام جميل جدا. طيب اتعرفت على ناس وتعلمت لغه، والحلو برضو انك ممكن تتعرف على ناس عندهم لغه تانية، يعني مثلا انا واحد بحاول اتعلم اسباني مثلا فعايز احط نفسي في محيط اسباني وانا ما اعرفش اي حد اسباني، فابتدي ان انا افكر ان انا اخش اتعرف على حد اسباني واقول له ان انا بصراحه بتحاول اتعلم الانجليش او سوري بحاول اتعلم الاسبانول مثلا او الاسبانيش وعايز الكوميونتي بتاعتي يبقى فيها شويه كومبتنس كده بيتكلموا اسباني، فتلاقي الكلام بياخد ويدي، وتلاقي ما دام انت داخل فعلا داخله صريحه جدا بتلاقي الناس مرحبه بيك جدا حتى لو هم مش حابين شكلك، لان هو الموضوع بيمشي ايه لايك ومش لايك يعني يو ماتش ومش يو ماتش يعني. فالفكره دي كويسه جدا وبتنفع وبتحطك في كوميونتي كويسه تقدر تتكلم اللغه بتاعتك وبتطور من اللغه بتاعتك. فدي الحاجه الثانيه بتاعت الميزه بتاعت البرامج دي، انها ممكن تعرفك على ناس بيتكلموا اللغه اللي انت بتحاول تتعلمها، فهتاخد لغه وتاخد اكسبيرينس كويسه جدا. جميل قوي. طيب واحد يقول لي يا جاكسون دلوقتي، بص يا جماعه لو الفيديو ده خلص 10 دقايق عشان تيك توك ممكن تخش على اليوتيوب تكمله ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان شاء الله انا عايز اقول لك برضه المغرب هيدا فلازم انزل عشان ابتدي ايه افطر يعني ان شاء الله، ولكن
البديل بقى بتاع كل القصه دي. يعني انا دلوقتي هتكلم معاك في بديل قصه الديتنج اب كلها، وامحي كل ديتنج اب دي وحطها على جنب، وانا لا ارحبها وارجحها تماما، واي حاجه بتيجي من ناحيتها اعوذ بالله فعلا. فبلاش تمشوا في الطريق ده، امشوا في طريق حاجه واحده. لو انت فعلا عايز تتعرف على ناس، وفعلا عايز تلاقي ناس بيعملوا حاجه اللي انت بتحبها، زي مثلا لو انا بحب التصوير فانا بدور على كوميونتي بيطلع تصوير بنات ورجاله واولاد وشباب، ويعني بنات كبار او وبنات صغيرين مثلا. فكره الكوميونتي عامه بيعملوا حاجه انت بتحبها وطالع معاهم عشان تتعرف على الناس وتاخد اكسبيرينس محترمه، ومش بس داخل تفليرت. يعني فليرت ان انت مش داخل تتعاكس ناس، مش داخل تتعرف على ناس وخلاص، لا. الفكره كلها ان البرامج دي ممكن تحطها كلها على جنب وتنزل وتنزل برنامج بس واحد اسمه ميتنج اب. ميتنج اب ده برنامج لذيذ جدا، برنامج انت بتحدد فيه الحاجه اللي انت بتحب تعملها. ولنفترض مثلا انا بحب العب كوره مثلا، وبحب اصور وبحب اخرج وبحب ايديت وبحب في حاجات كتيره جدا. طيب تقول لي يا جاكسون او ماركتنج مثلا وريفر، الحاجه دي ايه؟ بتخش تكتب على البرنامج ده الحاجه اللي انت انترستد فيها او مهتم بيها، زي مثلا وتقول التصوير، خش على التصوير. تمام قوي. التصوير هتلاقي ناس بقى عاملين جروبس على ميتنج اب دول، مثلا يوم كذا في جروب كذا، يوم كذا في جروب كذا، يوم كذا في جروب كذا. كل جروب من دول حاجه انت بتحب تعملها. انا مثلا في ميتنج اب عندي مثلا يوم الاحد لعب كوره، لعب الكوره ده جايبه عن طريق ميتنج اب مثلا. يوم الاثنين عندي لعب كوره برده، جايبه منين؟ على ميتنج اب برده. انت بتخش بتلاقي الجروب وبتلاقي مين على الجروب، وبتخش تشوف الاسامي والجروب ده الساعه كام وامتى، والناس بتعمل كل حاجه انت بتحبها. حتى لو بتعمل هايكنج هتلاقي ناس بتحب تعمل هايكنج وتخش معاهم في الموضوع. لحظه معلش يا جماعه، قال لي انزل علشان برده ايه اكمل معاكم الفيديو في نفس الوقت، ايه ما اتاخرش على الناس في الفطار. يلا بينا يلا بينا. معلش سامحوني، مش عايز اقفل الفيديو وفي نفس الوقت عايز اقول لكم على بقيه الحاجات، فعادي ناخدها مع بعض كده ايه خفيف خفيف. بص يا سيدي، عرفت عملت الميتنج اب ده وفكست خلص لفكره البرامج الديتنج اب. زي ما قلت لك هي حاجه كويسه جدا، ولو ارشح لك حاجه فرشح لك الميتنج اب. لكن الميتنج اب مشكلته الوحيده بس اللي انت لازم تبقى واخد بالك منها وعارفها، ان هو مش برنامج هيخليك تتجوز. مش وانت في بلدك، انا قصدي ايه كلام واضح. الميتنج اب ابس وانت في البلد هنا، يعني وانت في البلد هنا بتبتدي تشوف ناس هنا بتعمل الاكتيفيتيز بتاعتك، بتحب تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، وتنزلوا مع بعض جروبس وتبتدي تتحركوا وكده. لكن الفليرتنج اب او الديتنج اب دول ممكن تتعرف على ناس علشان تتجوز عن طريقهم على طول، يعني من بره بلدك. يعني مثلا انت تشوف حد وتتعرف عليه ومش عارف ايه، تبتدي تتكلم معاه وساعتها تقدر ان انت تروح تقدم على جواز وتعمله الكي 1 وتقدم الفيزا وكل الكلام ده. لكن الميتنج اب وانت بقى موجود هنا وتتعرف على ناس محترمه فعلا وبجد، وتبتدي تشوف الناس بتتكلم في الكوميونتي بتاعك وتتكلم في السبيس بتاعك والكمبني بتاعك وكل الكلام ده، تبتدي تتعرف على ناس، والناس دي ممكن بعد كده تتعرف على حد فعلا محترم منهم وانت جوه البلد وتتجوزها فعلا. فاهم قصدي؟ بدل فكره اللي هو الديتنج اب وبس، لا انت بتتكلم على حاجه محترمه، حاجه كويسه، حاجه هتفيدك عامه. ف حاول تعمل الحاجه دي، حاول تعمل الحاجه دي بدل ما انت ناوي انك تسافر هنا وتعمل الديتنج اب. لا، لو انت موجود هنا خليك على ميتنج اب، ولو عايز تعمل فكره الفيزا دي خليك على الديتنج اب. تمام، سهله وبسيطه. بس يا سيدي دي الفكره كلها، انا قلت لك البرنامج البديل، قلت لك العيوب والمزايا، وقلت لك ازاي تقدر تسافر عن طريق الفيزا بتاعت كي 1 ان شاء الله. اشوفكم على خير يا جماعه، لو استفدت ادينا واحده شير وواحده لايك وواحده سبسكرايب وكل الكلام الحلو ده، عشان احنا ان شاء الله نستفيد وان شاء الله نفيد. وباذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب باذن الله. لو عندك اي سؤال في الكومنت ممكن تساله تحت، وبس يا سيدي اشوفكم قريب باذن الله في فيديو جديد. صباح الفل، السلام عليكم.